وماذا مرادنا من هذا الكلام؟ ليس مرادنا أن تكفر الرافضة، فغالبهم مسلمون، غالبهم مسلمون، ولا نستحل دماءهم لهذا الأمر، لأن الغالب عليهم مسلمون، فلا نستحل دماءهم ولا أموالهم ولا أعراضهم، فنحن نخاف الله ونقف عند حدود الله. وأما هم فدينهم كما سمعت حسب ما في كتبهم من أباطيل وأكاذيب ودعوة إلى تكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم وأعراضهم، هذا شأنهم وهذه دعوتهم وهذه كتبهم وهذا حالهم. فهم يسعون إن وجدوا لهم فرص أن يقتلوا، يعني سواء مشايخ قبائل أو قبائل أو أهل سنة أو كذا إلى آخر، أو قضى على دولة، هذا شأنهم سائر عليه، لا أحد يستطيع أن ينكر هذا. أما أهل السنة فبحمد الله رب العالمين فقد جعل لنا علماؤنا سيرا مباركا. قال شيخنا الوادعي رحمه الله: سنقتل الرافضة بالدعوة إلى الله. فهم عندهم أسلحة كثيرة من دول تورد لهم وتدفق عليهم، هذا نعتبره عين الفشل، نعتبره في دعوتهم عين الفشل، فلا نغبطهم على ذلك، ولا نرى أن هذا بإذن الله إلا من أعظم أسباب أن دعوتهم تندحر وتهزم في هذه البلاد بإذن رب العالمين سبحانه. وسلاحنا، قال الله وقال رسوله، هذا سلاحنا الذي نواجههم به. فإذا تسلحنا بالعلم الشرعي ونشرنا الدعوة إلى الله، بحمد الله عرفهم الناس وتركهم الناس وبقي الناس على الكتاب والسنة، وهذا أعظم مطلوب لدينا وأكبر مرغوب في نفوسنا، أن يبقى الناس على السنة وألا يؤخذوا مع هؤلاء إلى الفتن المتلاطمة. أما ما يتعلق بالقتال الحسي والعسكري وبالسلاح الناري، فهذا كما سمعتم موقفنا هو لم يتغير، لأننا نسير على ضوابط شرعية، لا نندفع كما يريدون أن نندفع. هم يريدون أن نندفع معهم إلى صراعات وإلى فتن لا تحمد عقباها، ولكننا لا نرضى بشيء كما سمعت. لكن اللهم إلا إن ابتلانا الله بهم واعتدوا علينا، دافعنا عن ديننا وأعراضنا وأنفسنا بحمد الله رب العالمين، وهذا أمر مأذون لنا به شرعا وعقلا وقانونا وعرفا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد.